جاكم فريد ميكرو كوميك مع انفاس. موضوع حلقة اليوم هو قرار ديال الحكومة الجزائرية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب. خرجنا للشوارع الدار البيضاء كما العادة باش نسولوا الناس كيتقبلوا هذا القرار هذا، ولا بغيتوا تعرفوا الإجابة خليكم معنا بكل تواضع. سمعتي القرار ديال الحكومة الجزائرية البارح؟ سمعت. أنا مستي. وكيجاك؟ ما عجبنيش الحال. احنا شعوب واحدة، احنا مسلمين، لا المغاربة ولا الجزائريين، احنا خوت، احنا عائلة نسوبية، عندنا علاقات. سيدنا نصر الله هو بغى يصلح الأمور، بغى يدير دعوة ما بين المغرب والجزائر باش تكون العلاقة طيبة والعلاقة زينة وترجع العائلات كما كنا. بكل تواضع. بكل تواضع وبكل حرية. وحنايا فرحنا في الخطاب ديال صاحب الجلالة نصر الله، فرحنا ليه بزاف على ذاك الرأي ديالو اللي دار، بغى يصلح العلاقات الدبلوماسية والتجارية وكل شيء، يفتح الحدود ما بين المغرب والجزائر. ولكن هذوك الناس الله يهديهم شوية مزكرمين، ما حملوناش، ولكن الشعوب ديالهم ناس طيبين بحالنا بحالهم. هذا هو اللي غادي نقول لك اسي. سمعتي القرار الصباح دابا منين الصباح هذا مشيتي للحانوت لقيتي الدقيق الزيت كل شيء كاين؟ احنا كل خير موجود في البلاد، ما عندنا حتى شي واحد مات بالجوع ولا مات بالفقر، ما كاينش اللي مات بالجوع ولا مات بالفقر. عندنا الخيورات، عندنا الطحين، عندنا الدقيق، عندنا كل شيء، ريفيتايمون جينيرال، عندنا الخضر، عندنا الفواكه، عندنا. احنا كنعطيو للدول الافارقه، وسيدنا نصر الله هو عاون الدول الافارقه، عاونهم بالادويه، عاونهم بزاف د الحوايج. شي ميساج للحكومه الجزائريه؟ شي ميساج للحكومه الجزائريه، اللهم اهديكم، اللهم يهديهم لطريق. امين امين. اللهم يهديهم لطريق الخير ويردوا العلاقات. راحنا عائله، راحنا نسوبيه، راحنا خوت، راه الجزائريين متزوجين مغاربه ومغربيات متزوجين بجزائريين، وحنا عائله وخوت. الاب واخد مغربيه واخد جزائريه، ووالد معها الاولاد. خاوه خاوه بلا عداوه. خاوه بلا عداوه. بكل تواضع. بكل تواضع، والله يجازيهم بخير الى ما يرجعوا يعاودوا السنته ديالهم. تحياتي لينا ولكم اسيدي. شكرا. شتي البارح القرار ديال الحكومة الجزائرية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، كي تلقيتي هذا الخبر هذا؟ والله الخبر بيرجع للحكومات، الشعوب ما لها أي قرار في الموضوع ده، الشعوب دائما بتحب تعيش في سلام وتآخي، لكن الحكومات هي اللي بتأدي يعني تسبب الأزمات. يعني أنا كمواطن مثلا سوداني أو مغربي ما عندي حاجة مع المواطن الجزائري، فالحكومات هي اللي بتسبب الأزمات وهي اللي بتخلق الفتن بين الناس، فهذا القرار بيجي على الحكومة وهي أضرب الموضوع هذا. قرار البارح ديال الحكومة الجزائرية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب. سمعتها. كي جاتك بكل تواضع؟ إيوا جاتني عادي. جاتك عادية؟ عادية، ولكن اللي بقى فيا بزاف هو الشعب ديال الجزائري. أنت حارس ديال السيارات ياك؟ ديال السيارة. الصباح من جيتي لقيتي الطونوبيلات، لقيتي الحوانت حالين؟ لقيت الطونوبيلات، لقيت كل شيء حال الحمد لله. الحوانت عامرين، كاين دقيق، سكر، زيت، كل شيء كاين؟ كاين الحمد لله، كاين الماء، ولكن اللي بقى فيا هو القرار ديال الحكومة ديال الجزائريين، حيت الشعب ديالهم هما اللي ياكل الدق. هما الضحية. الضحية، الحمد لله حنا عندنا الملك ديالنا الله ينصره الله يخليه علينا، خدام بخير وعلى خير، كلشي موفر لنا المسائل ديالنا، اللهم لك الحمد. وهما كيتكرسوا على الشعب ديالهم، عند علاش هما عندهم المشاكل الداخلي وكيفرغوا على برا، فهمتي؟ باش هما باش كيدوخوا الشعب ديالهم مسكن اللي ما عارفين والو. كيدوخوا الشعب ديالهم. كيدوخوا الشعب ديالهم، حنا الحمد لله بخير وعلى خير، كلشي اللهم لك الحمد. كلشي كاين. كاين الله ينصر سيدنا، الله يخلينا الملك ديالنا الله ينصره. امين. الله ينصر سيدنا، وديما حنا خاوه مع الشعب. مع الشعب ديال الجزائري، خاوه بلا عداوه. وهما اللي بقاو فينا الخوا بلا عداوه، هما اللي بقاو فينا انا بعدا. وميساج ميساج للحكومه ديال الجزائر، اش تقول لهم من هذا المنبر؟ هو الله يهديهم. الله يهديهم. الله يهديهم بكل تواضع. بكل التواضع، الله يهديهم على حقه. تحياتي. بغينا نسولوك اخويا على القرار ديال البارح ديال الحكومه الجزائريه بقطع العلاقات الدبلوماسيه مع المغرب، كي تلقيتي الخبر؟ الناس ديال الانجيريان الله عمرها سلام، دري تتعاملوا معاهم، حنا كوبرسيان تتعاملوا معاهم الله عمرها سلام، اش معاهم في اوروبا بخير. تحبوا المغاربه تبصح بكل تواضع باي طريقه، يقول لك احنا بغينا المغرب يكونوا صحابنا. خاوه خاوه بلا عداوه. ما كاينش عداوه كاع، ما عمر الجزائري يكون عداوه. دخل معايا بلادي انا في فرنسا في المانيا، الجزائري شعب مغربي شي موت عليه كاع، شعبو بزاف كاع. ولكن الحكومه الجزائريه البارح قطعت العلاقات. ايوا الحكومه بيناتهم هما عندهم واحد مافيا
بغيت نسولوك. مرحبا. كي تلقيتي الخبر البارح ديال يعني الجزائر قطعت العلاقات الدبلوماسيه مع المغرب؟ تشوكيت صراحه، كتفش عليك كنت غنمشي. فين؟ الجزائر. بكل تواضع كتفش عليك. ودابا غتمشي ولا ما تمشيش؟ صدموني اش غنقول لك؟ انت غتقطعي العلاقات؟ واه مقطعه، واش غنديروا؟ مساكن بقاو فيا. شكون اللي بقى فيك، الحكومه ديالهم ولا الشعب؟ الرئيس. الرئيس شي ميساج ليهم؟ واش غنقول لكم؟ عندنا البنان. كاين البنان بكل تواضع. عجل. مشاهدين مشاهدات انفاس تي في داخل المغرب وخارج المغرب، كما شتو خرجنا سولنا الناس على القرار ديال الحكومه الجزائريه ديال البارح بان قطع العلاقات الدبلوماسيه مع المغرب، وشتو اجوبه ديال الناس اشنو قالوا بكل تواضع.